السلام عليكم خاوتي الزوز، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تصومون بصحة والعافية. تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي نكديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي الفرحة اليوم كبيرة وهي بتتويج لاعبنا وفخر الجزائر وفخر الأمة الإسلامية رياض محرز فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية لثالث مرة على التوالي ولرابع مرة لنادي مانشستر سيتي. غادي نجاوبكم خاوتي بعد ما نعطيكم شوية تحليل على المباراة، غادي نعطيكم تصريحات محرز بعد نهاية المباراة، ملخص بين سبور واش قال أبو تريكة وكل المعلقين. مباراة اليوم أداها رياض محرز مباراة قوية، الشوالي سماه بالشيخ رياض محرز، اعتراف من معلق كبير مثل الشوالي، سماه نعته بألماس وبدحلب الجزائر. هذا فخر لنا. أمسية رمضانية كانت جميلة، فوتنا الوقت بها مليح. محرز أدى مباراة كبيرة، فاز بهذا اللقب عن جدارة واستحقاق. هذه المباراة ستكون كما يقولوا أحسن تحضير للمباراة المهمة يوم الأربعاء إن شاء الله ضد باريس سان جيرمان. إن شاء الله يكون رياض أساسي ويكون في أحسن قواه البدنية ويسجل هدف إن شاء الله في مباراة الأربعاء باش يروح للنهائي ويفوز برابطة أبطال أوروبا لأول مرة بنسختها الجديدة للاعب جزائري. فاز بها رابح مارجر في 1987 من كانت تسمى الأندية البطلة، والآن سموها رابطة الأبطال الأوروبية. رياض محرز كان أحسن لاعب، ده أحسن تنقيط راكم تشوفوا في الصور، أدى مباراة كبيرة اليوم. محرز كان من أحسن اللاعبين، المحللين قال لك اليوم محرز فرض نفسه، رجع لاعب مؤثر في مانشستر سيتي مثل دو بروين، رجع لاعب ورقة مهمة، وهذا بالصبر وبالعمل وبالثقة اللي داها من عند غوارديولا. شفنا لقطه في التتويج، رياض محرز ايفيتا التتويج مع اللاعب تاعو باسكو الممول والسبونسور تاع هذه الرابطه الانجليزيه هو الشامبان الخمر، جبد روحه باسكو كان صايم وفاز وكان صايم. من بعد من كملوا هذاك الشكل تاعهم حاجاكم تاع الشراب، من بعد جا رفض لاكوب وايفيتا كاع الشبهات. وهذه تحسب للاعبنا الخلوق رياض محرز اللي نتمنوه يكون هذا العام يفوز برابطة أبطال أوروبا بإذن الله. محرز ده أحسن لاعب، متعنا في المباراة متعة كبيرة، فرض نفسه، وهذا يدل على أن لاعبنا إنسان صبور ودام كانتو عن جدارة واستحقاق. على ما أظن نادي مانشستر سيتي سيقوم بإجراءات تمديد عقده، لأنه هذا الموسم يستاهل يكون أحسن لاعب إفريقيا. إن شاء الله يدي تتويج إفريقيا، وإن شاء الله يروحوا به لكأس العالم إن شاء الله، ويدي معنا أن بون ريزلت معجزة في كأس العالم في قطر بإذن الله. خاوتي السيطرة كانت كلية مع مانشستر سيتي. غادي نعطيكم دروك تصريحات تاع رياض محرز، التتويج تاعو لما توج، وتحاليل تاع بي سبور. استغلوا خاوتي، استغلوها اونصوم ان شاء الله. تفضلوا شوفوا خاوتي. عشان بقول لك كده، الفترة دي كانت فترة مهمة بالنسبة لي، فترة حسم، لأنها الفترة اللي بتتوج فيها مجهودك طوال الموسم. حسم النهاردة بعد الخروج من الإف كاب أمام تشيلسي، حسم النهاردة الكاراباو كاب أمام توتنهام، عنده مباراة سيمي فاينل دوري أبطال. فأنا أعتقد إن فريق مميز قدم كرة مميزة، قدم نهائي من طرف واحد. وأنا زي ما بقول لك يا عزيزي، الريتم السريع والضغط العالي والنجوم اللي ظهرت في مستواهم، خاصة رياض محرز اللي قدم مباراة كبيرة. لم ينقص رياض محرز في هذه المباراة سوى تسجيل الأهداف، إنما عمل كل حاجة في الكورة. متعنا رياض محرز ومتعنا السيتي. طبيعي إن في النهائيات يبقى في تكافؤ وفي ندية، إنما النهائي كان من طرف واحد ألا وهو السيتي. هو رياض محرز يريد الفرص أيضا في دوري الأبطال، هو أتى لمانشستر سيتي لهذا السبب، وعشان كده قدم مباراة مستويات في المباريات الأخيرة، مباريات كبيرة من نجوم الفريق، بالفورمة اللي بيلعب بيها، بالحلول الهجومية اللي بيقدمها. فأعتقد النهاردة يتساوى مع دي برويني في التأثير الفني بالنسبة للسيتي. كنا بنقول دي برويني في المواسم السابقة، النهاردة يتساوى مع رياض محرز في عملية تأثير المستوى وتقديم الحلول في الناحية الهجومية. 4 مرات متتالية بالنسبة لجوارديولا يحافظ على هذه البطولة، لم يخسر من 2016 في هذه البطولة.
وصل النهائيات فاز فيهم كلها، لم يخسر نهائيات، اذا وصل لنهائي بيفوز فيه. فجوارديولا اعتقد 30 لقب بالنسبه لي، رابع مره على التوالي في الكاراباو كاب يحافظ على هذه البطوله، عنده مازال الشغف، هو اللي موجود في اول بطوله ليه مع برشلونه، تحس ان هو برده مازال عنده الشغف وحب البطولات. اجويرو كنت احب ان هو يشارك في هذه المباراه حتى يبقى التتويج ليه، خلاص هيمشي من السيتي، اعتقد ان ممكن يبقى له مشاركات في المباريات القادمه، انما الفريق يسير في المسار الصحيح بفورمه مميزه بنجوم على اعلى مستوى بالنسبه للسيتي. فمبروك للسيتي ومبروك لجوارديولا على هذا المستوى، على هذا الانجاز الكبير بالنسبه له. اكثر المدربين ثباتا على مستوى العالم في عالم التدريب وايضا في المهنه ككل، يعني مع مانشستر سيتي الان، مع بايرن ميونخ في يوم من الايام، وايضا مع برشلونه يعاد الرقم ليفربول، كان دون بيب غوارديولا مانشستر سيتي باربع القاب، منذ قدوم بيب غوارديولا اصبح بثمان القاب، رقم كبير وعمل جبار ايضا لهذا المدرب. هو تكلم على مدرب متجدد حقيقه، يجدد نفسه، وهذا بشهاده اللاعبين كلهم اللي دربوا تحت قيادته، وشهادات تعطيك أن هذا المدرب يعمل يعني بشكل جيد. ما يعاب أكيد قليلا على غوارديولا والانتقاد الذي انتقد فيه هو عدم تحقيقه للشامبيونز ليج، لكن بكل بدون أي مشكلة أن هذا المدرب يحقق نتائج إيجابية ونتائج حقيقة تبهر الكل، تبهر الجماهير. اليوم نتكلم على مانشستر سيتي والإدارة التي وضعت ثقتها في هذا المدرب، حتى في أول موسم لما جانبوا الصواب عدم تحقيقه للدوري إلا قال فوز تشيلسي لأبقى في الفريق، وكان تحت ثقة وقام بالانتدابات وصح الفريق، والكل كان يشكك في قدرة غوارديولا يمكن على الفوز بالألقاب مع مانشستر سيتي بالطريقة التي شك على مستوى البريمير ليج أكيد بالتحقيق بطريقته. هو الكل قالوا أنه غوارديولا سيحتاج إلى وقت كي يكون قادر على وضع الفلسفة التي لديه بمؤسسة الاستحواذ بالانتصار بتحقيق النتائج مع بمعنى الدوريات، لكن حقق في الموسم الثاني حقق ذلك وبقى يتنافس. Many congratulations. Is it relief at the end after you dominated that match for so long that you finally got the goal? It was a tough game. We knew it was going to be tough. We stayed focused. We kept dominating. We kept passing the ball, and then we scored. And I think we deserve to win today. Is there always that sneaking fear, though, at the back of your mind that suddenly they might just score from one chance? Obviously, you're always scared because it's a good team, but we was very confident in our game, and I think it's a very good win. We get the trophy again, and we're very happy. Yeah, four times on the trot—that's some achievement. Why are City so dominant in this competition? I don't know. We just, like the manager said, we just focus in every competition we play. Today was a final. In final, you have to win. Whether you play good or not, you have to win. And today, I think we played good and we won. And did the fans make any difference at all to you? Oh, massive difference. And of the match. Thank you. He's had a couple opportunities. Mahrez coming in on his left foot has worked. Oof. Lloris has been really impressive. Cancelo coming in. Well, here we go. The Carabao Cup is back in Manchester City hands for a fourth year in a row. Formidable! And they've had 2,000 of their fans, and of course many of you watching who will go along with Fernandinho's salute there. He's still going strong, Manchester City is still going strong, Aguero will move on, Toure's gone, Kompany's gone, David Silva's gone, but they find a way to upgrade and move on and keep on winning. Serial winners in English football, Manchester City. Absolutely. Fernandinho, what a player he has been at Manchester City, but they've got the greatest manager, they really have. And he's built a new team inside 12 months. As you say, Kompany gone,
Yaya Toure, Silver, all those great players that won the first wave of trophies for Manchester City. And those two, the stalwarts, have been absolutely brilliant for City, but they're so dominant, their football's wonderful. And their fans will be so proud. Well, they've been embroiled in controversy as a football club, Manchester City. But let's look upon this day. The sun has shone. The fans are back. That means so much to every football lover. I hope wherever you're watching, you can get to a game soon. Let's open the doors. Of course, be safe. But it's been a real element to the excitement of this cup final. Manchester City had to work really hard to get there. But get there they did. Laporte's header. There's the Carabao Cup. Congratulations, Manchester City. Brilliant scenes here at the Wembley Stadium. A massive win for that team. You just saw there, Fernandinho and Sergio Aguero, they both share six League Cups.